ليش عم تهربي مني وليه؟ لا! انت اليوم خنتيني هاجر، انت خنتي جوزك. لا لا ما خنتك. شو عم تساوي هني؟ شو عم تساوي بهالبيت؟ انا ما خنتك. عطيتي دن اللي هدر دمي. لا لا ما خنتك ابدا. ما انا بضميرك يا هاجر؟ انا ما عملت شي غلط حتى يأنبني ضميري. روح. ما رح تفلتي مني هاجر، ما رح تفلتي. مريضكم عم يسترد وعيه، عم يتحسن. ألف الحمد لله. بس لسه ما تجاوز المرحلة الخطيرة. بس رح يتجاوزها ما هيك دكتور؟ لسه بكير كتير على هالحكي، بس الأمل موجود. ليلى أنا مناوب، بمرق عليكم عن إذنكم هلأ. تسلم. صار لازم نوقفوا عند حد الهات سيفو. مهند خبر لي بالبيت، إيدال، هاجر، محمود بكرة الصبح بيجوا لهون بيحرسوا حقي. على رأسي يا خانو. ماما زينو، ونحنا نحنا شو نعمل؟ ابني بدنا نوفي الدين اللي برقبتنا للسيفو. مهند امري يا خانو. جهز الرجال. جاهزين أصلا يا خانو وناطرين إشارتك. حلو، يلا جمعهم. ماما زينة شو معنى هالحكي هلأ؟ معناته مثل ما فهمتي، بس هلأ مو وقت تتصرفي بجنان ماما زينة، مو وقتها. لازم حدا يروح يحط له حد لهاد سيفو. اللي بيهمني انتو مو سيفو. ما بدي يصير عليكم شي، عن جد مو وقتها هلأ. حقي استرد وعيه. أنا ما بدي بكرة بس يفتح عيونه ويسأل عنكم اضطر خبره شي خبر مو منيح ماما زينو. لا تقلقي، ما راح تخبري. مراد أنتو مناح؟ الحمد لله، الفضل لمرتك الزكية. بما أنه حق الحمد لله تحسن كتير فقريباً بيطلع من هون، مشي ماما زينو؟ لكن لك فكرة. وإنت بدي شوفها اليوم بقى؟ طمني راح تشوفيه. وين كنا يا ست زينة؟ أكيد سيفو كلف قاتل مأجور ليقتل حقي. شكله خبير بهالشغلة. السيارة اللي فجرها يوم غافلته للشرطة. واجب علينا نلاقيه. إذا منجيبه منقرره سيفو بينتهي. وكيف رح يصير هالشي؟ يعني كيف رح تمسكوه؟ عنا هون مثل بيقول، سأل الكلب عن الكلب. ما هيك يا ست زينة؟ ايه رجاء آغا، هاد هو. عملت كل شي بينعمل، كل شي بيلزم، بس حظهم حلو، شغلة حظ. أنا عرفت كتير ناس فاشلين إياس وكلهم بيحطوه على الحظ. تعرف إني مالي من هدول. الليلة مالي علاقة بالحظ، اعترف. زينو الحرمة طلعت أفهم منك، مو على أساس ما بتترك شغلك ناقص. حقي رح يموت هلأ ولا بعدين؟ هلأ أو بعدين، هلأ أو بعدين. إمتى يعني؟ وقت بيجي أجله؟ طلع فيني، أنا ماني واحد من رجالك الأغبياء. روح دور على واحد غيري تتسلى معه. لو عرفانك رح تطلع فاشوش فكرك كنت جبتك. هاد هو البيت، وهاد وكيله لسيفه، ايده اليمين بكل الامور. روح خلينا نلحقه. ليش لهلا ما في خبر؟ لا تستعجلي يا ست زينو،
أكيد رح يصلنا خبر. من مين ناطرين خبر؟ بلش موسم الصيد ما هيك؟ مروة لا تبلشي. ليش متفاجئة؟ هاي هي شغلتهم. طلعي فيني، لا تعدي تعلقي على كل شغلي ماشي؟ شو عم تحكي؟ بعرف منيح شو عم بحكي يا خانم. شو مفكرة أنتي؟ سهل إنهم يسكتوا على اللي صار فيهم؟ إذا بيعملوا بعيلتي هيك، مفكرة تصرفاتي كتير رح تكون مختلفة عن تصرفاتهم؟ ما كنتي هيك ماما؟ ما بعرف إذا ملاحظة بس صايرة عم تتغيري. قطع الطريق قدامه. آغا أنا عبد مأمور يا آغا. أنت هلأ عبدي أنا وبس ولا؟ شحولي يا العلا. شيبو ألو؟ جبنا له وكيل سيفو ماما زينو مخزن العلف تبعنا. جايين فورا. جابوا الوكيل على مخزن العلف تبعنا. قلتك امتى رح يفيق يا ترى؟ الدكاترة قالوا الظهر. في لعية؟ عم تلعي نفسي. والتأخير؟ خنتي زوجك بدل ما تدفعي ثمن دمي رحت اعطيتي دم. ما رح تفلتي مني هاجر، ما رح تفلتي مني. هاي خطيبة عمو خالو جنار. مرحبا. يا ربي دخيلك، مين عمل فيك هيك؟ أنا أجيت حقي. ليكني أجيت أنا هون. يلا فتح عيوني. احكي عملك. مين اللي قوص اخي؟ ما بعرف والله ما دخلنا. عم اسألك لآخر مرة، احكي مين هو؟ اخاك مين كلف لي قوص حقي؟ اغا ما كلف حدا، نحن ما لنا علاقة. احكي بك واطي. أنا جلنار. جلنار شوفي جيت. تعالي معي في حالة طارئة. فتح عيونه دكتور، فتح عيونه. اليوم حلو ما هيك؟ ايه آخر أيام الصيف، بكرة بتجي الشتوية. هذا أول سيران لمظلوم. وإلي كمان. صحيح؟ كتير غريبة؟ ايه غريبة. السيران اختراع المدينة، تسلاية الناس اللي عايشين بعاد عن الطبيعة. نحن ربينا وكبرنا بالحقل، حياتنا سيران. يا ريتها ضلت هيك.
يلا مهند دوس بنزين، ما بدنا نضيع هالوقت. على راسي يا خانم. لما منلاقي لهذا الوقت اللي اسمه إياس. ايه شو بدك؟ ما بدي ماما زينو تتصرف بجنان مع هالزلمة. لا تقلق، ما بتعملها، ما رح تقتله، رح نمسكه من إذنه ونزته قدام النيابة، والباقي شغلن هن. بس على نكش الوكيل كان مات. ايه دخيلك، إصابة عمل. شو صار بابا؟ صار اللي صار ابني، وصار أبوك يشوف خيالات. خيالات شو؟ زلوخ، مرقت سيارة من جنبي كأنه اللي قاعدة فيها زلوخ بذاتها وابنها بحضنها. طلع فيني وعك تحاول تخبر مرتك. ها نسوان المدن هدول دغري بيحاولوا ياخذوا الواحد على دكتور المجانين. ارمي السحر، ارفع ايدك، ارفع ارفع ارفع. انتو دعوة افهون، رح اسألك مرة واحدة. الياس جوا. ايه جوا. في معه حدا تاني؟ لا لحاله. خذوه على مهلك حبيب. هوب هوب ارجع 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 ارجع. اللي بيتحرك منكم من اوسع الحاره. حركوا يلا يلا لشوف وينه هاد اياس. هنيك واحد منكم يضل هون. قليل الشرف، انت من وين بتعرف ولاخي حقي؟ انت واحد واطي عظيم الوجدان، واحد بعمرك ما شفته بتروح بتقتله كرمال المصاري. بعمرك شفته لحقي ولا شي مره شفته قدامك قبل ما تقوصه؟ اللي شفته شي مره؟ المجرمين اللي مثلك كيف بيقتلوا الناس مشان المصاري؟ احكي ولا احكي. هدي حالك جيمو. هذا اللي قوص عمي، هذا اللي قوصه. نزل سلاحك جيمو. حقي لما رح يفيق ما رح يفرح لشوفتك بالحبس. نزل سلاحك. قديش الواحد بدها تكون نفسه دنيه ليقتل واحد ما بيعرف مشال مصاري؟ خلص جيمو بقى اهدي شوي بلا ما نبلي حالنا بهالكلب. لسه في سيف وحمان. تحطوا هالكلب بالسيارة. جيمو هدي حالك. بتشوف. يلا امشي هدي حالك. خلص امشي. Oh!
آغا آغا وينك من الصبح ولك حيوان؟ كامشيني يا آغا. زينو ورجاء آغا ورجالن راحوا يكبسوا عياس. أنا هلأ لقدرت أهرب منهم. استعجل يا آغا، الوضع خطير يا آغا. الله ياخذكم، الله ياخذكم. سلام. شانلي أورفا، السكان 386,000، الارتفاع 518. عم تقرأ من كتاب الجغرافيا؟ لا، من اللوحة اللي بمدخل المدينة. شو عم تحكي أنت؟ قلت لك إذا الجبل ما إجا لعندك أنت روح لعنده، وهذا اللي سويته. إجيت لعندك مروة. عم تحكي عن جد برج؟ ما عم بقدر صدق. صدقي. باي باي. مرجعت خالج النهار، هلا عم رح يشفى بسرعة. خالج النار كانت بسويسرا عم تعالج أمها. محمود بوياطلي، محمود بوياطلي، يرجى مراجعة الاستعلام. عم بينادوا لك إلك. اللي أنا؟ محمود بوياطلي، محمود بوياطلي، نداء آخر، يرجى مراجعة الاستعلام. وأنا عم أقول مين هذا محمود بوياطلي؟ لشوف شو بدهم. كيف صرتي هلا؟ هلا أحسن. عفوا. تفضل. اسمي محمود، أنا محمود اللي ناديتوا لي هلا. أيوه. الشخص اللي طلبك موجود برا. شكرا لك. أهلين. اوعى تلتفت هيك او هيك. امشي معنا. يلا اتحرك. يلا امشي. اتركوني. مين انتو؟ اتركوني. شو ما بتعرفوا مين انا؟ والله اتركوني اهلي. قديش أخذت مصاري لتقوس أخي يا سافل؟ ولقديش؟ احكي أعمل لك؟ هات لهون. ألو؟ أنا سيفو. ألف مبروك، كمشتي إياس ما هيك؟ أنت انتهيت يا سيفو، أنت انتهيت على الآخر. رح تتبهدل، رح شوفك مبهدل. لا كثير تكوني واثقة. شوفي مين رح أعطيك. ألو؟ ماما زينو، أنا محمود. محمود؟ محمود شو عم ساوي عندك؟ مهند وقف السيارة. محمود، محمود رد علي. ماما زينو. في حكي هيك؟ إذا بتسلمي إياس للشرطة ابن أخوك بيموت. سمعك صوته على التليفون وهو عم يموت، عم تفهمي علي؟ أخوك محظوظ أكثر من أخي لأنه ما مات. مشان هيك أنا لي حق عليكم. أعطوني إياس ومنسكر الدفتر. هل قاتل المأجور أغلى من ابن أخوك يا زينو؟ أوعك تعمل هي السيفو. أوعك تمد إيدك عليه. حاجة تهدديني. وين البقية؟ كانوا ورانا تماما. لا. العمى شو صار؟ الظاهر صاير شيء. وينك؟ لف ورجع. ليكن. مع مين عم تحكي عمتي؟ انت ما بتعرف تحارب شهام يا سيفو. استأجر القاتل وما كفاه. هلا اجى الدور على الاولاد الصغار. شو القصة؟ سيفو خطف محمود. انا قلت اللي عندي. وهلا عملوا اللي بدكم اياه. سلموا اياس للدرك لشوف شطارتكم. سلموه لورجيكم كيف يكون الموت وشو هي نجوم الظهر. ولك حيوان ولك كلب. اذا رتبت ايدك على شعره من اخي. اوه حضرت جناب جيمو آغا، كيف ايد مرتك؟ يا كلب يا حقير، اذا بوسك بسويك مثل المصفاية وبينزل منك وسخ بدل الدم. يا حيوان سمعت ايش حكيت؟ هات لهون. اسمع سيفو. انت اسمعي، قليلوا لهذا المسطول يوطي صوته شوي. وقال أنا كمان بعصب وما بتعرفي ايمت بتضغط اصبعتي على الزناد وبقوز شي حدا وبتجي رصاصة الموت. محمود مو حرام شب مثل الوردة؟ ماشي سيفو ماشي. ياس إلك محمود إلي. ممتاز، روحي عبيتك واستني خبر. ما بستنى، بدي محمود هلأ فورا. هاي لعبتي، أنا بحدد الزمان والمكان.
إذا بقي الولد هون خطر يا سيفو. رح نروح على بيت الجبل. عراسي يا آغا. أمولا يلا قوم اتحرك. شو آغا؟ رح نستنى خبر المبادرة. رجعونا على المزرعة. أنا غلطت كثير، غلطت، تأخرت. كان لازم أقبره لهالكلب من أول يوم فات فيه على أورفا. رح نخلص أخوك. إذا لازم نموت كلنا بس رح نخلصه. فهمت علي؟ يلا. خفت كتير عليك، خفت كتير. فكرتيني رح موت، ما هيك؟ لوقت ما فتحت عيونك حسيت حالي كأني ميت، وصلت هالجهة التانية. بعدين ما عرفت شو صار، إجا ملاك وباسني. كيف باسك؟ والله نبسة دين قوم وازيته. Lütfen hatırlatsanız. Böyle mi? Valla. Yabancı gelmedi ha. Azıcık hatırlayayım. Şimdi hatırladın mı? Melekler hep böyle mi öper insanı? O bir melek değildi. Melekti. Gerçek bir melek. Hakkı, canım. Bir daha sakın ölme. Sakın. Khataf, كيف؟ كيف صار هيك؟ صار وخلاص. راح نبدله بالقاتل. لا تخلوا عمي يحس بشي. روح على البيت اجمع رجال وجيب. الرجال اللي معنا بيكفوا. لازم نحتاط أكثر من هيك. وين راح يعمل سيفه المبادلة؟ وين ما عمله راح يكون مأمن على حاله. الأحسن إنه نكون كترة. مزبوط، الحق معك. أنا رايحة على المشفى. إذا اختفينا كلياتنا فجأة حقي رح يشد. وإذا اتصل فيك سيفو؟ بتصل وبخبركم. ماشي مهند. يلا على راسي يا خالو. سلميلي على حق. يسر. شو لا؟ شو يا واطي؟ يا ريتهم خلوني موتك. هدي حالك، أخوك معه حق، عمك ما لازم يعرف، إذا عرف كمشوا للقاتل، وقت ما بدهم يودوه للدرك. سيفه شيطان، عقله عقل شيطان. أنا خايفة، معقول يسووا له شيء؟ لا، لا ما بيقدر، مانو جريء لهالدرجة. إيدال؟ إيدال أنت منيحة؟ إيه منيحة. عمك بده إياكي. ماشي. شبه إيدال؟ المسكينة أعصابها تعبانة شوي. هاجر ما هيك؟ قال عطيتيه دم لحقي. ناس كتير عطته. بس أول دم دمك وبوقته بالضبط، لولاكي حقي كان. الحقيقة أنا باسمي حابة إني أشكرك لأنك كنتي السبب بحياته لحقي، وكمان سمعت بقصتك. حقي هو اللي قتل جوزك، وهو اللي خلصني من إيدين سيفه الواطي كمان. لولاكي حقي هلأ ما كان عايش. المحيي هو الله والمميت كمان. العباد وسيلة. إذا الإنسان عاش أو إذا مات ما فينا نقول غير قدر الله. ممكن تحطي هدول بالحمام؟ تكرم يا خالو. ماما أنا رايحة على الجامعة، محاضرات بعد الظهر مهمة كتير ما بدي فوتها. ولو يا خانم حصلنا شرف.
امتى خربت الدنيا؟ مو بدك يعني اتعود على الكلية؟ ايه لكان لكان طبعا حبيبتي. انبسطتي يعني؟ خلف. نعم يا آغا. اجمع الرجال رايحين لمزرعة ماما زينو. حاضر. يلا يلا روح مثل ما بدك. خاطرك عمو مراد على الجامعة؟ ماشي. شو الأخبار؟ سيئة. محمود انخطف. شو؟ بنتي وينهم هالعالم؟ رموني بالمستشفى وراحوا على بيوتهم؟ لا عمو لا تحكي هيك. اسمعيني بنتي إيدال، بتفتحي التليفون فورا وبتقولي حطوا لعمي ببراد المستشفى، بتلاقيهم كلياتهم إجوا سوا. هاي هي الطريقة الوحيدة اللي إجوا. انتو على شو عم ترسموا؟ والله من شوي كنت بدي قلك بس ما صح لي. شو بدك تقول؟ انتي طلعتي أصدق وحدة معي، خليهم يشوفوكي ويتعلموا. البنت تركت امها المريضة واجت من سويسرا لحتى تشوفي. اخ يا صدري. شو صار مشان محمود؟ ناطرين. ماما زينو انتبهوا، هذا الزلمة قتل لي ابني وما همه. بعرف هاجر، بعرف بنتي. لا تخلي يأذي محمود ماما زينو، مشان الله لا تخلي سيفه يأذي. أنا آمن بعدالة الله ولازم آمن بعدالته. ما رح يحرق لنا قلوبنا على محمود، الله رحمته كبير. أنا مآمنة. يلا يلا روح ارجعي على البيت وشدي حيلي بسرعة. روحوا جيبوا سلاحكم وانت كمان. يلا. برأيك قديش مزبوط انه ما نخبر الدرك بالموضوع؟ سيفه هلأ محاصر، ما فيه مزح، ما خرج نغامر أبدا، يعني ما فينا نعرض حياة محمود للخطر. جاهزين آغا؟ ماشي جاي. أليف اليوم صار شيء. شو؟ بابا ونحن رايحين على الطريق قال لي انه شاف وحدة مثل زليخة بسيارة مارقة من جنب، مفكر حاله شاف خيال. وإذا ما كان خيال؟ خذي هالبلوه. لك هاي البنت شو عم بتساوي؟ عم تتبتل على كيفها. إيه اذا هيك انا مو ناقصنا غير هيك. ماشي لا تفكر بزليخه هلا، روح انا رح اهتم بالموضوع. كيف؟ ما بعرف، بلاقي شي حل. يلا لا تتاخر. بحبك. وانا كمان بحبك يا روحي. انتبه لحالك ماشي. محمود الفصعون شو عم يعمل؟ شو بده يعمل بمدرسته؟ وجيمو أفندي بالمصنع. رجا أغا ما إجا طلع علي بالمرة؟ كلهم كانوا هون لوقت ما طلعت أنت من العناية. قديش الساعة؟ يا لطيف شو بتسأل حقي؟ ليش ما بتحاول تنام ابني؟ بدك دخيل ربك. فهمتي هلأ من شو عم نعاني صرنا 30 سنة؟ مرة بكل العمر سألناكي ثلاث أسئلة ورا بعضن وبهدلتينا. لك شو عم تحكي أنت؟ أختي أنت صار لك 30 سنة عم تسأليني، لو حليت تمارين بعدد الأسئلة اللي عم تسأليها كنت هلأ صرت أشهر عالم ومفكر بالعالم. جلنار خبري الدكتور بنتي، خليه يخرج هالزلم. انتبهتوا؟ مبين عليه طاب. لك رجعت تطلع بالساعة. وإذا اطلعت يعني شو دخلت؟ أختي شو؟ أنت ليش معصبة؟ حبيبي يا قلبي كيف متوقعني يكون؟ متأكدة إنه مو مشان شي تاني؟ لا مشان شو يعني؟ ليكي إذا مشان سيفه. لا متأكدة؟ إيه متأكدة. يعني سيفه بده يقوصني وأنت ما رح تهتمي بالموضوع أبداً؟ بدك يعني صدق مع هيك؟ ايه ايه بدك تصدق. شو ما بقلك انا بدك تصدق. طيب مثل ما بدك. ابني اختي
حبيبتي اختي. حبيبي انت. ابك ايدار، ابك حبيبتي، كيف اجيتي لحالك؟ ما قدرت اتحمل. وين عمو حقي؟ ليكو جوا. كيفه؟ منيح. جيمو عنده شي؟ لا، هو بالمزرعه. تعال شوفوا ليكو مين جبتلكن. ابك كنتي عمو. بنتي خلاص مرقت خلاص، لا تبكي. خفت عليك كتير، نقطع قلبي لو ما رحنا. بنتي لا تبكي، أنا منيح. أختي قليلة شي كلمة، والله وجعني قلبي. لا تبكي بيك، لا تزعلي. يلا فرحنا كتير بجيتك لهون. إيه خلص بقى، لا تحسسونا أنه مقتم. نيالي نسوان العيلة كلهم مجتمعين حوالي، وين الزلم؟ كلهم تبخروا وكأنه أعلنوا السفر برلك وراحوا كلهم على الحرب. ما مديتي إيدك على الأكل؟ فطرت متأخرة، مو مشتهية. هذا كل شيء؟ لا مو كل شيء. ألف ما اتصلت. شو ناطرة من ألف؟ إنها تخترع شي معجزة مشانك؟ شو فيها تعمل؟ تنظف لك سجلك بخمس دقائق يعني؟ أنا عايشة بحبس هون. أعصابك تعبانة، حكيك مانو منطقي. لا تحكيني عن المنطق. أصلاً بس تطلعي لبرا رح تروحي على الحبس زليخة. يمكن الحبس أحسن لي. أنا هون ناطرة الموت. اهدي شوي. إذا متت شو بصير بابني؟ ما رح تموتي. إذا بصير لي شيء؟ ما بسمح تموتي. إذا متت ممكن تسلم مظلوم لعائلتي؟ خلينا نروح. لوين؟ لوين ما كان، لأي مكان بهالدنيا. وشو بصير بمهنتك؟ الدكتور وين ما كان بيضل دكتور، منروح منختفي، ما حدا بيلاقينا. فكر إنه الحياة سهلة بالنسبة لواحد هربان؟ كيف لو صاروا اثنين هربانين؟ فوتي لجوا. ممكن ادخل؟ تفضلي. زليخة هون؟ اي نعم هون. انا هون. مرحبا. اهلين. خدوا راحتكم انتوا، انا لازم ارجع على المستوصف. جيمو لساته زعلان مني؟ مانو بوضع يخليه يفكر هلا. في شي تاني؟ عمو حقي نجا من الموت، بس انتي ما كتير فرحانة. ولا ماما زينو؟ محمود. شو صار له محمود؟ دخيل قلبك على كل شي. طلعتي لبرا بالفترة الأخيرة؟ اليوم الصبح من بكير، وهي أول مرة. رحت أنا وناجي شمت هوا لعند شط الفرات ورجعنا الظهر. ليش عم تسألي؟ أبوكي شافك، والمسكين فكر حاله عم بيشوف خيالات. مستحيل. صاروا خلص. إذا بدك تضلي عم تطلعي رح يعرف إنه اللي شافه مو خيال، ووقتها شو بيعمل ما بنعرف. قومي نايمي، شكله ناس. لازم تاخدي قراراتك زليخة. الاستمرار بالحياة على انك ميتة وانتي عايشة، والاستمرار فيها لآخر عمرك شي مستحيل، وقلة عقل كمان. طلعي حواليك الكل هالكان، وأولهم انتي، بعدين هالولد، وأكتر شي أبوكي. عم بشتاق له كتير. لو بتعرفي قديش بيحبك
ضمه لمظلوم ضمي. لو شفتيها ما كنتي بتصدقي انه هاد ابوكي، وكيف كان عم بيشمه وكيف شدوا على صدره. كان معتبره انتي، ولما خطفتيه لمظلوم خسرك ابوكي عن جد. لياس شي سيء، ما بعرف شو بدي اعمل. احيانا بيجي لكمل اللي ما اكتمل وروح عميت الفرات وما عاد ارجع ابدا. بس هاد ما بيسهل الشغلة على حدا. طيب شو اعمل؟ شوري علي. رح احكي بصراحة زليخة، وضعك سيء، يعني ما حدا فينا بيقدر يوعدك بشي ليساعدك، لا انا ولا اخوك. صعب انك تخلصي حالك، بس في حدا ممكن تخلصيه. مظلوم ابنك. انتي منتبهة شو عم تطلبي مني؟ منتبهة. طيب انتي منتبهة انك جارة معك هالولد اللي ماله ذنب وعم بتعرضيه للخطر؟ وانا كمان ام يا زليخة، يعني الحب احيانا بيعني التخلي. الام بتكون ام وقت بتضحي بحالها وبكل شيء منشان سعادة ابنها. طبعا ولسه فيها الدكتور المسكين، هو البريء الوحيد بكل هالقصة. على الأغلب بيحبني. رح تكوني قادرة تسيطري على حالك وما تأذيه؟ على القليل هالمرة. أرجوكي حاولي إنك ما تأذي حدا بيحبك، ماشي؟ حكيكي. بتحبه لعمك كتير؟ ايه بحبه. اوعى. وانا كنت حب اخي كتير. عم عمك قتله. بلكي شي يوم انت كمان قتلتني؟ الا ما يجي يوم وقتلك. هيك لك؟ ايه والله. هلا هذا ولد؟ شو هالولد الجحش؟ ما بحب هيك ولاد ابدا. منقول صغار ومنسكت، وبس يكبروا اول شغلة بيعملوها بيعوصوك. فربني